السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ميمة فاطمة، جيت عندكم اليوم نشارك معكم هاد القصيعة ديال الطعام ديالي وديال وليداتي. اليوم الجمعة، انتم تشوفوا الطريقة ديال الطعام بالخضرة اللي كندير انا ووليداتي. يعني ساهل واي واحد راه كيعرف هاد الشيء هذا. وانا بغيت نشارك معكم هاد القصيعة هادي. انا دابا هنايا كنطحن انا البصله ومطيشه، كنطحنهم باش كيجيو يرخيو داك لاصوص ديالهم باش تجيش البصله باينه. وكنطحنها مزيان في هاد الروبو وكنصبيها، كتجي زوينه بزاف، كتجيش باينه داك البصله هكا، يعني كتجي ملبنه وزوينه بالصراحه بحال هكايا. هذه هي الخضره، انا صايبتها الخضره ديال الطعيمه، راه معروفين احنا المغاربه نخبو في البرمه. الخضره زوينه تبارك الله كتشهي. نبداو على بركه الله. هنا عندنا العطريه كامله جمعتها هنا مع واحد البنه ديال السمن، هاد الكنور ديال السمن كيعجبني انا السمن في الطعام. ما عندناش السمن البلدي في الدار، كنشريو هذاك ديال البنه. نديرو الحمام مع هاد لاصوص الحمص العطريه وهاد الكنور اللي قلت لكم من قبل، نصبو به وزويته بلديه نسيت ما وريتها لكم، شو زيت الروميه صافي نصبو ان شاء الله. نديرو دابا الطعام يفور، هو هذا غسلته درت له الزويته، دابا نردو يفور ونتلاقاو ان شاء الله، نكملو ان شاء الله البقيه. ندير الخضره هذه تطيب شويه، كنديرها هي بالاول طيب شويه على التطويره الاولى، حمصها هو اللحمه. نتمنى يعجبكم هاد الطياب اللي كندير هكا. تبارك الله، راه كل واحد راه عنده ما يقول وبصحتكم ان شاء الله. زيدنا الماء على اللي قد نيشه باش ما نقيلوش نمرقوا الطاوه. فنفورو فويرة التانية، نزيدو القرعات بجوج، القرعة الخضراء القرعة الحمراء. نديرو الفلفلة حرة اللي كيبغي الحرور، كنرميوها دابا معاها، كنلوحوهاش في اللول باش ما تهرسنا وطلقنا الحرور. نعاودو عاوتاك الطعيمة، إوا السر ديال الطعيمة هاد السر هذا هو نزيدوها شوية ديال الخرقوم، شويه ديال السكنجبير، كتجي زوينه بزاف وكيعطي داك الخرقوم كيعطي واحد اللون للطعيمه زوينه. هذا هو الطيب ديالي انا، كنطيب به في الفرحات في المناسبات في اي طياب كندير في الطعام كندير هاد العطريه هادي. ها انتم شوفوا اللوين ديال الطعام تبارك الله كيجا مزيان، هانت اللوين ديالو كيجي زوين بزاف. دابا ان شاء الله غادي نحطوا الغداء، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساونيش بالمشاركه ديالكم وبالتعليقات. مرحبا بكم عندي القناه ديالي ان شاء الله تعجبكم يا ربي، ومزيد من التعليقات وان شاء الله ومن المفاجات ان شاء الله ديال الطياب ومن الخيرات ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم بزاف الساده المشاهدين، والسلام عليكم وشركم مبروكه. على هكا كنتستمروا على الحطان ديال الطياب ديالنا القصيعه. كطيب الخضره كتجي زوينه بالصراحه، والحمص هو دغيا كيطيب. ان شاء الله نكملوا نستمر ان شاء الله على القصيعه ديالي.
وهذا هو الشكل ديالها النهائي. هو هذا الحمص دغيا كيطيب كما قلت لكم من قبل. هذه الحرور كنحطوه، انا اللي بغى الحرور ضروري الحرور كنحطوه في الطعام، وكان كيبنن الماكله صراحه، كتبنن الماكله مزيان. وشكرا لكم، وهذا هو الغداء ديالنا ديال يوم الجمعه، وجمعه مباركه علينا وعليكم. السلام عليكم.